السلام عليكم. اليوم غنقدم لكم وصفة ديال الرز بالخضار والدجاج، كيجي منسم ولذيذ. ونبقاو مع المقادير. غادي نحتاجو دجاجة مقطعة على جوج، جوج بصلات، واحدة مشنفة واحدة مشلضة، الخضرة مقطعة مطيشة، فلفلة قرعة، خيزو والبطاطا، ضرس ديال التومة، معلقة صغيرة من كل من توابل الشاورما، سكنجبير، الخرقوم، تحميرة، الملح والبزار، زعفران الحر، معلقة كبيرة ديال القزبر والمعدنوس، زيت البلدية، طحين، والرز بازماتي. في كاسرونة نفرغ الكمية اللي محتاجين الرز. أنا هنا احتاجت 3 كيسان، غادي نضيف عليهم 6 كيسان الماء، يعني كل كاس ديال الرز كيحتاج 2 كيسان الماء. وهذه الطريقة الصحيحة لطهي الرز، وخصوصا البازماتي، وخصو يطهى على نار مهيلة. غادي نضيف له ورقة الغار اللي سمحوا لي نسيت ما ذكرتهاش في المقادير، الملح وبعض قطرات زيت البلدية. في طنجرة وعلى نار متوسطة نوضع القليل من زيت البلدية ونقلي الدجاج من جميع الجوانب. نضيف البصلة وجميع الخضار وما تنسوش التومة، ونقليو كل شيء مع الدجاج بضع دقائق. نضيف أوراق الغار، الخرقوم، البزار، التحميرة، سكينجبير، عطريات الشاورما، نحركو كل شيء ونضيف كمية ديال الماء اللي كافية باش نطهيو الخضار والدجاج، وما تنساوش الملحة. ونخليو الدجاج والخضار والرز يطهوا لينا مدة 4 ساعات تقريبا. من بعد 4 ساعة كيتشرب الرز داك الماء كامل، وما كيتلصق، ما كيتعجن، ما والو. لنفترض انه كاع تلصق لكم او لا تعجن، ديروه في صفايه ودوزوه تحت الماء بارد. كيكون في هذا الاثناء الدجاج حتى هو طاب، كنوضعوه في صينيه ديال الفران وندخلوه يتحمر. والصلصه كنخليوها تختار على خاطرها، ما تحركوهاش بزاف باش ما يتعجنوش لكم الخضر. في اناء او في طبسيل نفرغوا الدقيق مع الملح والبزار ونخلطوا كل شيء مزيان. نوضعوا البصله، نحاولوا نفرقوها على بعضياتها ونمرروها في الدقيق، ونقليوها مباشره في حمام زيت ساخن حتى تتحمر لينا من جميع الجوانب، ونوضعوها على الورق النشاف ونخليوها جانبا. منين تختار لينا الصلصه غادي نفرغوا عليها الرز بالتساوي حتى نغطيوها وما تبقاش تبان، وغادي نقصوا من العافيه، ضروري تكون عافيه مهيله. وناخدو شي زلافه نوضعوا فيها الزعفران الحور القليل من المدافي، غير يطلق لينا شويه نكبو على الرز باش يتنسم. ناخدو شي زليفه نوضعوها في الرز ونعمروها بشويه ديال الزيت. انا استعملت الزيت اللي قليت فيه البصله، وغادي نوضعوا فيها الجمره اللي زندنا، ونغطيو كل شيء باش يجينا داك لوكو فومي في الرز وفي الخضره. وهذا هو الشكل النهائي. الصراحه الرز كيجي منسم ولذيذ. كنقول لكم الى الملتقى ان شاء الله مع فيديو جديد.